أعزائي طلاب وطالبات سنة تالتة إعدادي، بعد ما انتهينا من حل تدريبات الوحدة الأولى في ملحق التقويم المستمر والاختبارات Ongoing Assessment and Exams، جينا النهاردة مع حل تدريبات الوحدة الثانية Let's Go Shopping. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه هيوصلك لقائمة تشغيل أو بلاي ليست هيكون فيها كل ما يخص منهج تالتة إعدادي، سواء من كتاب جيب أو كتاب المعاصر، وكان آخرهم حل ملحق التقويم المستمر والاختبارات الوحدة الأولى. طبعا عندنا يونت 2 وعندنا بيج 14. خلي بالك الكتاب ده اللي هو مع كتاب الكتاب جيم أو كتاب الأضواء، اللي هو الكتاب الصغير أو الكتاب التاني، يعني في كتاب كبير وكتاب صغير. عندي الكتاب الصغير شوية اللي هو ملحق التقويم المستمر. عندي lessons 1 and 2 unit 2، نبدأ نحل مع بعض، وبرضو الحاجات في بعض الأشياء كده أشرحها، خاصة الأجزاء الجرامر شرح سريع كده للتذكير، وبعد كده نحل إيه بداية من بيج 14. choose the correct answer from A B C or D. طبعا الجزء ده ما يخص الفوكابولري، طبعا انت الكلمات يبقى دي قصتك، انت تحفظ الكلمات، الجرامر برضو هسترجع بسرعة. عندي هنا نمبر 1، A space is a machine that cooks food very quickly using special waves. الآلة أو الماكينة اللي بتطبخ الأكل بسرعة جدا مستخدمة موجات خاصة. أول ما تشوف كلمة waves هنا معروفة، عندك microwave, fridge, speaker or kettle. طبعا عندنا هنا إيه؟ microwave. نمبر 2، They were selling everything at a space 15%. It's cheaper than before. يعني عايز اقول لك كانوا بيبيعوا كل حاجه بتخفيض 15%. ارخص من قبل كده، يعني quality, price, discount or poster. طبعا عندي دي discount، يعني تخفيض. Number 3، it's warm enough to eat outdoors tonight. يعني جو دافئ إلى يعني بشكل كاف إننا احنا نتناول أكل في الخارج بره، يعني tonight هذه الليلة. The opposite of warm، عكس، خلي بالك لازم تبقى عارف كلمة opposite، يعني عكس. Opposite of warm، عكس دافئ، is windy, dry, cool, hot. طبعا إن إيه cool اللي هي بارد، عكس دافئ بارد. Number 4، I don't have anything special to discuss. ما عنديش حاجة يعني معينة مخصصة مميزة لمناقشتها. The synonym of special is، synonym اللي هو المرادف، خلي بالك الانتونيم اللي هو العكس. The synonym of special is useless, bad, helpful or particular. طبعا synonym of special يعني particular، يعني مخصص. يعني طبعا synonym بقول لك يعني المرادف. Number 5، to get the verb from advert we add the suffix. علشان نجيب الفعل من advert دي بنضيف السافيكس ان هي NESSFULIVEISE. طبعا بنضيف السافيكس ISE علشان تبقى advertise. advertise يعني يعلن. طبعا انا علشان اجيب verb. Number 6، we add the prefix space to vision to get the long form for TV. انا كلمه تي في دي اصلا تلفزيون، انا عايز البريفكس اف دول علشان احطه قبل كلمه فيجن عشان تبقى تلفزيون، ودي سهله جدا. طبعا عندي نمبر اي اور اي تلفزيون. نمبر تي اي ال اي يعني. نمبر 7، to form the noun from the verb play we add the suffix. علشان نكون الاسم من الفعل play، طبعا play يعني يلعب، عايزين نجيب نقول لاعب، يعني ضيف اي اي ان اي اس تي اي ار اور او ار. طبعا اي ار عشان تبقى بلاير. نمبر 8، اي اور ان سبيس از ا بيرسون هو وركس ان ذا ان ا شوب سيلينج ثينجز تو كاستمرز. اللي هو الشخص اللي هو بيساعد في محل، يعني بيبيع الاشياء للزباين. طبعا عندك كاستمر اور اسيستنت ويب سايت اور ستور. طبعا ايه اسيستنت اللي هو ايه؟ اللي هو بيساعد اللي هو في المحل. بعد كده نيجي للسؤال الثاني، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. وانا برضو اشرح لك بسرعة جدا يعني خلاصة الكلام عشان ايه تبقى انت في المود معانا في الحل. طبعا الجزئية اللي كانت unit 2 كانت خاصة باكثر من جزء، كان في ثلاث اجزاء تقريبا. جزء خاص بالcomparing adjectives اللي هو مقارنة الصفات،
لما كنا بنقول مثلا الصفات القصيرة short adjectives tall, taller than, short, shorter than وهكذا. إذا كانت صفات طويلة كنا بنحط قبلها more أو less وبعدين الصفة وبعدين than. more beautiful than, more interesting than or less وهكذا. حلو كلام. الجزء الثاني بقى كان خاص ب both اللي هي both and، يعني both and اللي هي كلا من و. لما كنا بنقول لك خدت قاعدة both يبقى both مرتبطة بand، both and. وبعد كده برضو خدنا either or، either or يا يعني إما أو، either برضو مرتبطة ب or يبقى إما أو. خلي بالك كان بيبقى في either وفعل أول، or فعل تاني. خلي بالك ال either الفعل اللي كان بيتبع الفعل الثاني، الفاعل الثاني اللي هو كان قبله مباشرة. أو عندي either برضو ممكن كنا بنقول either of، وخلي بالك كان بيجي بعدها اسم جمع وبس لازم يكون بعدها ايه الفعل في صيغة المفرد. أما neither nor برضو خدنا قاعدة neither nor لا ولا، neither فاعل أول، nor فاعل تاني، بس خلي بالك الفعل كان بيتبع الفعل التاني أو الفعل الأقرب يعني بمعنى صح. ماشي. طيب بعد كده خدنا قاعدة when and while اللي هي when يعني عندما، while برضو بينما، بس الفكرة إن وين كان بيجي بعدها ماضي بسيط وبعدين الجزئية التانية ماضي مستمر. ومثلا when I found my friends لما اتصلت بزمايلي they were playing the piano، يبقى فاعل أول وفاعل ثاني، حدث قصير وحدث طويل. الحدث القصير بنحطه في الماضي البسيط، الحدث الطويل في الماضي الإيه المستمر. خلي بالك while or as ممكن تيجي في بداية الكلام برضو، يعني ممكن أقول لك while I was walking in the street لما أنا كنت ماشي في الشارع I met my friend or I met an old friend. نبدأ نحل مع بعض يا مستر وجدي هنا complete the sentence. خلاص I don't want to buy the dress or the t-shirt space either of them is the right color. خلي بالك الجملة دي برضو حد كان معترض عليها واحنا حليناها وشرحناها. ناس بتختار both، انا ما اعرفش ليه both of them. اولا both of them ما ينفعش، both of them is ما ينفعش، both of them is دي مبدئيا. انا هنا بقول انا مش عاوز اشتري الفستان ولا الفستان ولا، او واحدة بتقول يعني انا ولا عايز اشتري الفستان ولا التيشيرت. خلي بالك ولا ده يعني ولا ده ولا ده is the right color، ولا ده ولا ده اللي هو اللون المناسب اللي يناسبني. فطبيعي هنا هتبقى neither، يبقى neither of them، وطبيعي يكون الفعل في صيغة المفرد. انا ما اعرفش برضو الناس كانت بتختار both بناء على ايه، مفيش حاجة اسمها both of them is، لازم دي بقى صيغة المفرد. برضو انت اقعد احسبها يعني انت ترجمها، يعني انا مش عاوز ولا الفست، مش عايز ولا ده ولا ده، هما الاتنين كده اهو مفيش لا تناسبني الوانهم. Number two, my room is the small one in our house. خلي بالك هنا مقارنة superlative form صيغة تفضيل العليا، وجود ذا مع صفة قصيرة يبقى تقول لي the smallest، يعني أنا بقارن حاجة بمجموعة الأوضة دي بالبيت كله، يعني دي أصغر أوضة في البيت. Number three, وائل and أحمد were at the concert but I didn't see neither of them. طبعا I didn't see ما ينفعش I didn't see neither، لكن هنا النفي مع either يساوي neither، النفي مع either بتساوي neither، يبقى I didn't see either of them. Number four, either Ali nor his parents are tall. خلي بالك هنا او نور، خلي بالك اول ما تشوف خليك لماح برضو وانت بتحل. احنا خدنا قاعدة neither nor، يبقى هنا neither Ali nor his parents are tall. Number five, he is a space more intelligent boy in our class. يعني ده أذكى ولد في الفصل. خلي بالك عندي مور، ما ينفعش مور، ما هو مش هتنفع مور، هتيجي تقول لي موست ولكن هتحط برضو قبلها ذا. He is the most intelligent boy in our class. Number six, reading is the، برضو ذا لا يناسبها مور، يعني القراءة هي أكثر هواية مفيدة، يبقى is the most. Number seven, either my brother and I play football. خلي بالك خدنا قاعدة both and، ادي and اهو، يبقى طبيعي هتقول هنا ايه both، both my brother and I play football، يعني كل من اخي وانا نلعب كرة القدم. نكمل هذه الجزئية مع lessons 3 and 4 unit 2. خلي بالك
طبعا الجزئيه دي جميله. طبعا كل ما يستضيفني الدايلوج، طبعا حبايبي هو في طلبه كتير للاسف ما بيعرفوش يتعاملوا شويه مع الدايلوج، لكن طبعا نصيحتي ليك انك تقرا المحادثه كامله بدون حل. وي هاف 10 اكشينجز، 10 تبادلات، 5 جابس، يعني تقرا المحادثه كامله بدون حل عشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا فين، بيتكلموا عن ايه، بيتكلموا بخصوص ايه، الزمن اللي بيتحدثوا فيه. طبعا اللي هنا الدايلوج ده خاص بيونت 2، عندي I tens new laptop stopped working while she was doing her homework. يعني اللابتوب الجديد بتاع ايتن توقف فجأة عن العمل لما كانت بتعمل شغل او الواجب. طبعا هنا عندنا في 5 جابس، خلي بالك فراغين منهم على اسئله وثلاثه منهم على اجابات. اعمل بوز للفيديو، فكر في الحلول وبعدين ايه، يو تشيك يور انسرز وذ مي. اسيستنت بيقول لها هالو هاو كان اي هيلب يو، ممكن اساعدك ازاي يا فندم؟ فايتن بتقول لها اي بوت ا لابتوب لاست ويك بات اي هاف ا بروبلم، يعني انا اشتريت لابتوب الاسبوع اللي فات بس يعني عندي مشكله. فطبيعي لما قالت له انا عندي مشكله فالاسيستنت هيقول لها وات ذا بروبلم اور وات از يور بروبلم. فهي لما تيجي تقول المشكله، خلي بالك المشكله اوريدي مكتوب عندك في اول سطر هنا، فانت تقول هي او هي هتقول يعني ذا لابتوب ستوبت وركينج، يعني انت كده ما بذلتش مجهود في الاولانيه، خلي بالك. يبقى هتقول له ذا لابتوب ستوبت وركينج. ممكن تقول وايل اي واز دوينج ماي هوم ورك، مش مشكله الحته دي، انا يهمني ذا لابتوب ستوبت اي وركينج. بعد كده هنا عندي الاسيستنت تسألها سؤال وبعد كده ايتن هترد ات ستوبت وين اي واز دوينج ماي هوم ورك، اكيد هيقول لها امتى، او يعني امتى توقف عن العمل، فكلمه متى يعني وين، فهيسال في الماضي بالطبيعي يقول لها وين ديد، فوين ديد ايه، وين ديد اللابتوب، يبقى وين ديد ات ستوب، وين ديد ات ستوب، وين اللي هي متى، وديد عشان انا بتكلم في الماضي، ات اللي هو اللابتوب، وستوب طبعا المصدر. فايتن بتقول it stopped when I was doing my homework، ما هو دي خلاص دي عارفينها دي. بعد كده الاسيستنت بيقول لها was the computer plugged in، يعني كان متوصل يعني، فطبيعي برضو هتقول لها yes، هي هتقول له yes it was، yes it was I was charging the battery، وكنت وبس وبشحن البطارية. فطبعا الاسيستنت بيقول لها okay we will send you someone، هنبعت لك حد يشوف الحاجة دي يا فندم. طبعا هيسألها سؤال وايتن بترد على هذا السؤال بتقول له اتس 15 صلاح سالم ستريت. طالما هي قالت عنوان، طالما هي قالت عنوان 15 شارع صلاح سالم، يبقى طبيعي هنا هو قال لها واتس يور ادريس، واتس يور ادريس يعني ما عنوانك. فطبعا ايتن بتقول لها بتقول له او بتقول لها برضو اتس 15 صلاح سالم ستريت. وفي الاخر طبعا ايه، طبيعي ان ايتن هتشكر ايه الشخص اللي بيكلمها، ثانكس فور يور ايه هيلب. بعد كده ننتقل الى الجزئية الخاصة ب ما زلنا في بيج 16، خلي بالك هنا عندي choose the correct answer from A, B, C or D. page 16 number 1 to space is to make a machine start working، تعمل ايه انك تخلي الماكينة او آلة معينة تبدأ تشتغل، يعني turn on turn off or fill in login. طبعا هنا عندي ترنون يعني بيشغل الحاجه دي. نمبر 2 تو فورم ذا ادجكتيف فروم ايجيبت اد ذا سافكس، علشان تجيب الصفه من ايجيبت مصر، عشان تبقى تقول مصري او مصريه تضيف السافكس اللي هي اي اي ان اي او ان اي اس تي اي ار، طبعا هنا اي اي ان. نمبر 3 تو تشينج ذا فيرب اميز انتو ان ادجكتيف وي اد ذا سافكس، علشان نحول الفعل اميز يدهش يبهر لصفة نضيف الـ suffix A R I N G I O N or I S T، طبعا I N G علشان تبقى amazing. Number 4 can you turn on the fan please، ممكن تشغل المروحة لو سمحت. turn on is the synonym of turn on، يعني يشغل حاجة مرادفة ايه، switch off turn off switch on login، طبعا هنا عندي ايه switch on. Number 5 we form the adjective from color by adding the suffix، بنكون الصفة من كلمة color يعني لون، عايز اقول لون زهزه كده وجميل الالوان، هنا بضيف ايه f u l i v e a b l e o u s عشان تبقى ايه، طبعا اضيف f u l عشان تبقى colorful. Number 6 when I bought a laptop
they asked me to fill in a space. It's a paper with questions. يعني لما انا اشتريت لابتوب هم طلبوا مني ان انا املى ايه حاجه كده زي استماره، يعني ورقه كده فيها بعض الاسئله والاستبيان كده يعني. type model form or form، طبعا هنا ايه to fill in a form. number 7 space are hard objects found on beaches. ايه الحاجات كده اشياء صلبه موجوده على الشواطئ. carpets shells sharks styles، طبعا هنا ايه shells يعني ايه اصداف. number 8 to get the adjective of wood we add the suffix، عشان نجيب الصفه من wood. wood يعني خشب، عشان نقول خشبي بتضيف السفكس اللي هي اي ان اي دي اي ان جي اور اي ال، طبعا اي ان علشان تبقى الكلمه wooden يعني خشبي. number 9 space is objects that people wear for example rings and necklaces، الحاجات اللي هي الناس بيرتدوها على سبيل المثال الحلقان والقلادات وكده. glass jewelry leather or wool، طبعا هنا jewelry. jewelry is objects that people wear for example rings or and necklaces. number 10 she speaks amazing in her new dress she is attractive، عايز اقول لك هي تبدو رائعه وجميله في فستانها الجديد. طبعا earns follows gets or looks، طبعا هنا she looks ايه she looks amazing. الكلام ده page 16. نبدأ نكمل مع بعض عندي lessons 5 and 6 عندنا page 18. read and complete the text with words from the following list. طبعا بيجي لك ده السؤال ده خلي بالك بيبقى السؤال التاني في الامتحان، بيقول لك ايه بيبقى فيه 6 كلمات خلي بالك، وبيبقى فيه 2 ما يخص جرامر بختار كلمة، و4 ما يخص كلمات اختار 3 عشان يبقى الاجمالي عليه 4 درجات. طبعا نصيحتي ليك انك برضو بتقرأها كلها بدون حل وتشوف الكلمات، بس الكلمات لا يحبذ ترجمتها منفصلة. ليه؟ لان احيانا الكلمات بيبقى ليها اكثر من ترجمة، يعني لوكس ما ممكن لوكس يعني يبدو او ممكن لوكس يعني ينظر. مايكروويف موبايل فون باي بوت، طبعا انت لما تشوف باي اور بوت خلي بالك يبقى اكيد هتاخد واحدة بس منهم، يبقى الماضي والمضارع. يعني عندك بريزنت يعني ممكن هدية ممكن حاضر ممكن موجود، يعني انت ما ترجمهاش حرفيا، لكن انت اقراها كده وبص عليها كده وانت ان شاء الله تيجي تلاقي معاك يعني سهله ان شاء الله. نمبر 1 سوري يعني احنا هنقراها ونحل على طول. I bought a smart speaker for my brother as a present on his birthday last month. اولا last month هنا خليتك تختار ان الزمن ماضي، عشان برضو واحد يقول لي ما اخترتش باي ليه، اقول له لا عشان last month ده هنا اهو يبقى ده ماضي، يبقى طبيعي اختار ايه بوت. وهنا طبعا اشتريت سمارت سبيكر از ا بريزنت، هنا هي بريزنت يعني هديه. وي شي سوري هي واز هابي وذ ات، كان مبسوط بيها الحاجه دي. ات تبدو جميله، عايز اقول لك ايه ات لوكس جريت، يبقى انت خدت ايه لوكس هنا اهو ات لوكس ايه جريت. وي كان يوز ات اون ا، الحاجه دي تستخدمها على ايه؟ يا اما عندك مايكروويف او موبايل فون، وانت طبيعي طالما هنا سمارت سبيكر يبقى هنا اون ا موبايل فون. Or a television. The only problem المشكلة الوحيدة my parents think بيعتقدوا it's so loud صوتها ايه صوتها عالي. بعد كده السؤال الجميل 11 جملة جميل جدا نحله مع بعض. ده طبعا الكلام ده page 18. Complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. عندي جزئية language ولا الجرامر. Number 1 Asia is space big than Europe. طبعا طالما شفت than يبقى دي مقارنة بين اتنين، صفة قصيرة بتضيف للصفة القصيرة ER علشان كده تبقى bigger. آسيا أكبر من أوروبا. Number 2 She is space more beautiful girl in my class. أجمل بنت في الفصل. خلي بالك دي صيغة تفضيل عليا، بقارن حد بمجموعة في الفصل كله يبقى she is. خلي بالك هتقول لي more لأ، هتقول لي most، بس خلي بالك most لوحدها لا تكفي، يبقى لازم تقول the most or the least. خلي بالك the most و the least لازم احط قدامها ايه the. بعد كده نكمل هذه الجزئية number 3 I don't want either chocolate space and cake. خلي بالك انت سهلة جدا دي، يعني ما انت خدت قاعدة either or وخدت قاعدة ايه neither or، شفت either دور على or. Number 4 he space both has a cat or a dog، يعني عنده يا اما كلب او قطه.
خلي بالك هنا، يبقى طالما عندك هنا اور يبقى برضو هتشتغل على ايه؟ ايذر. يبقى ايذر هاز ا كات اور ا دوج. نمبر 5، نيذر ماي براذر نور هيز فريندز سبيس بي ريدي تو جو. خلي بالك احنا قلنا نيذر نور، نيذر فاعل، نور فاعل. الفعل هنا يتبع الفعل الاقرب اللي هو الفعل الثاني فيرب تو بي، وده مضارع، يبقى هنا ايه؟ ار. كبك احنا ممكن نقولها وير لو الكلام ممكن يكون ماضي، يعني الجمله ماضي، لكن مبدئيا انا بختار ايه؟ اللي هي ار، علشان الفعل الاقرب اللي هو اس فريندز اللي هو ايه؟ جمع يعني. بعد كده نمبر 6، اي لايك سبيس ايذر اوف ذا تو فيلمز بوث اوف ذيم وير بورينج. يعني انا بحب هل الفيلمين هما الاثنين مملين؟ طالما هما مملين يبقى لازم تبقى بدل ايذر هتبقى ايه؟ نيذر. خلي بالك لو لو الجمله دي فيها both of them were attractive, interesting, fantastic، خلي بالك يبقى كانت I like both of the two films، عشان ما تقولش برضو وترجع وتقول لي ليه مش both. هنا ارتبط بالجمله الثانيه ان الاثنين مملين، فيقول لك وانا لا حابب ده ولا ده ولا ده. Number 7، when I space leave the house it was snowing. لما انا كنت يعني طالع من البيت كده ومغادر البيت it was snowing. خلي بالك when بعدها ماضي بسيط، بعدها ماضي مستمر، يبقى when I left the house it was raining. Number 8، he space work in the garden when he found the money. خلي بالك ان اهو طبعا عندي قاعده وين اهو، ادي وين وبعدها ماضي بسيط past simple، يبقى دي عندي past continuous، يبقى he was working in the garden when he found the money، كان يعمل في الحديقه لما لقى ايه؟ لما لقى فلوس. يبقى اخته بقى. Number 9، both of the phones، اهو الكلام اللي قلناه من شويه، both of the phones استحاله برضو هتكون ايه؟ هتكون has، فطبيعي هتكون ايه؟ have lots of apps. Number 10، we called the police because the neighbor's space play the music very loudly. يعني احنا اتصلنا بالبوليس الشرطة يعني لان الجيران كانوا مشغلين الموسيقى بصوت عالي. طبعا هنا ماضي، يبقى التانية ماضي ايه؟ بسيط، ماضي مستمر، يبقى لانهم كانوا they the neighbors يعني were playing the music very loudly. اخر جملة عندي هنا، I was running when I space see Manal. خلي بالك I was running عندك when في النص هنا، when يأتي بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر، ماضي مستمر already موجود عندك، يبقى هنا I was running when I saw Manal. كده انتهينا من حل التدريبات الخاصة بالوحدة الثانية. إن شاء الله هيبقى في فيديو لاحق حل تدريبات الوحدة الثالثة My Community من ملحق التقويم المستمر والاختبارات. Thank you.